مرحبا، معكم سامي كورجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بتاني حلقه من تعليم ادوبي بريمير. بعد ما تعلمنا اول حلقه كيف نعمل كات سريع، فحنكمل بالتعليم. فنحن شو اليوم شو هنتعلم؟ خلينا نكمل كيف نشتغل اديتنج صح على التايم لاين. انا عم بمشي معكم ستيب باي ستيب لحتى نتعلم. مثلا بالتايم لاين بلشنا كتير دغنا، فتنا لجوا. اذا بتلاحظوا انه سامر شو دغري فتت دغري على الاديتنج، بعدنا ما عرفنا شو. فانا عم مشيكم شوي شوي لحتى تفهموا الاديتنج بالضبط، وبعدين تفوتوا باشياء تانية. فما تستعجلوا، ولا حدا يقلكم مثلا سامر هذا شو عم يتعلم، شو عم بيعلم، او شو كيف عم يعطي دروسه. عم بعطيكم اياه بكتير بساطه، وتفوتوا دغري بقلبه، يعني بقلب الاديتنج. يعني مثلا عنا دائره، عم فوتكم بقلب جوا بطريقه كتير سهله، وانتم ما حتحسوا انه انتم فتوا بالاديتنج. واو، يعني انه هالقد بسيط. ايه هالقد بسيط، فما حدا يخوفكم من الاديتنج. انا بقول لكم كثير بسيط، وبعد 16 سنه خبره عم بقول لكم هي كثير بسيط. وخلينا نكمل الدرس، ما نطول بالحكي. تعلمنا بالحلقه السابقه كيف نعمل كات سريع ونعبي الفراغ، فهلا حنكمل شوي. انه مثلا انا بدي اضيف شيء لفيديو تبعي. شو بدك تضيف انت؟ مثلا افترضنا انه انا بدي ما بدي بلشو بهالطريقة، بدي بلشو مثلا فيو فيد او شيء هيك. هلا اذا سألت انت شو يعني فيد، انا رح قلك فيد وما رح خليك تطلع من الدرس ما فهمان شيء. الفيد هو عبارة عن انه يبلش opacity واطي لأعلى شيء. نحن عنا كل شيء برسنتج من 0% ل100%. طب شو يعني opacity؟ opacity هو شفافية الفيديو. يعني انا مثلا يكون شفاف لا يصير solid، يعني فيديو بس هو مبين. طب خلينا نطبق هالشي. انا عندي هذا الفيديو بدي اعمل له فيد ان، يلي هو مثل ما قلت لكم من 0 ل 100%. في شيء هون بتحت فيديو ترانزيشنز بيكبس الارو حتى ينزل الفولدرز. ما تضيعوا ولا تخافوا، ما تخافوا من هالفولدرز، لانه انتم بكره حتشوفوا وحده بوحده. قد ما حتحبوا البريمير هتشوفوهن واحدة بواحدة وتتعلموا شو كل واحدة بتعمل. حنكبس هلأ عد ديزولف. في عندي شيء اسمه كروس ديزولف، فهذا بعمل دراج اند دروب بأول الفيديو، يعني عطراف الفيديو يا هون او هون. تمام، فيني اترك ايدي بصير عندي هذا الافكت. فيني مثلا بالأول فيديو حط واحد هون. مثل ما قلت لكم ببلش من 0%، يعني من 0% لا 100%. بتشوفوا الفيد كيف طالع. خلينا نكبس بلاي. طيب هذا شفافية الفيديو هيك من 0. فينا اذا ما عجبني فينا اكبس عليه لقلو هذا المربع الرمادي اللي طلع وديليت بمحي. فينا اكبس كنترول زد لحتى رجع محله. فيني كمان اذا وقته طويل بيكبس عليه، بيجي لهون على طرف وهيدا. شفتوا هيدي الايكون؟ هيدي الايكون معناتها انه انا بقدر اتحكم بطول هذا الريكتانجر او طول المربع يلي هو الوقت تبع الفيد. ففيني اكبس ورجع لورا، انا بصير بشكل اسرع. يعني خلينا نفهم، هيدا المربع هو هذا الجزء من الفيديو حيكون فيه فيد وقته. يعني عندي انا هون الوقت بشوفه 10 فريمز. طيب هول مش ثواني، هول فريمز. يعني عندي فريمز، سكندز، مينتس، اورز. بعشرة فريمز يعني بشكل كتير سريع دغري ببين. تمام، وفيني شيله كتير بالمرة امحي. فيني كمان بين 2 فيديوين، يعني بين 2 فيديوز، فيني حط ترانزيشن. مثلا هخلي هلا كروس ديزولف بين هذا الفيديو الاول وفيديو تاني. راح انا مسكت دراج ححط دروب هون. فيني احط هذا الترانزيشنز بيناتهم هول. تمام، وفيني كمان بيناتهم بس بشكل مثلا اذا باخده هون على الشمال بتشوفوا كيف صار المربع هيك شكله. فيني احطه هون اذا باخده على اليمين، اذا باخده كمان على اليمين بنحط هون. هلا شو الفرق؟ هلا الفرق انه اذا حطيته بالنص هون بعمل شيل اصبعي فحيعمل بالنص تماما، يعني انه مثلا بالطريقة بكبس بلاي. تمام، بعمل كنترول زد. حقلكم شو الفرق. الفرق انه
مثل ما قلت لكم قبل انه فينا انا العب بالتايمينج تبعه، هون عم بلعب بالتايمينج تبعه بس بمحل وين، يعني انا فيني مثلا يبلش من هون دغري عبكير يعني، وفيني كمان كنترول زد اعمل دراج لهون بصير ببلش من هون. تمام كنترول زد. هلا خليني اقول لكم شغله. هلا اذا انا بمسك كل شيء هول اخر الفيديو برجع كل شيء لورا، عندي هذا الفيديو. هلا انا بدي اطول الفيديو هذا يعني انا قصيت منه، بس كيف بدي ارجع؟ فيني اذا بدي ارجع منه يعني الفيديو، فيني على الطرف شفتوا هذا الشكل كيف طلع الارز هيك شكل احمر، وعلى الطرف الثاني كمان بيطلع لي هالشيء. هلا في شو فيني اعمل منه؟ فيني اكبس واسحب لورا. اذا عم تشوفوا هول الشكل اللي فوق هذا الفيديو يلي نقص منه، يعني فيني رجع للاخر لاخر شيء لحتى يعلق هون، معناته هذا الفيديو هون للاخر صار هذا في رقم، يعني الفيديو رقم واحد اللي حطيناه بالتايم لاين. طيب وفيني مثلا رجع كمان هول اللي من اول، بس ما فيني ارجعه هيك لانه هون خلص صفر، يعني ما فيني اسحبه لبرا. فيني رجعه شوي يعني زيحه من محله وبكبس وبرجع لورا فبيعطيني للاول. بمسك برجع. فينا كمان مثل ما قلت لكم بكبس هون الفراغ بكبس ديليت وهذا الفراغ ديليت فكل شيء بيرجع. هلا هون بهالحاله ان كيس لما انا بدي اعمل افكت يعني ترانزيشن بين اثنين بدي احط بيناتهم، لاحظوا اذا انا عم بحط هالشيء ما عم يعطيني بالنص تماما ولا عم يعطيني على اليمين بس هون. طيب رح بوضح لكم ليه انا لاحظت هذا الفيديو، لانه الفيديو بين اثنين مثلا انا عندي هذا الفيديو حوضح لكم اياه على الكاميرا بايدي، مثلا هذا الفيديو وهذا الفيديو انا حطيتهم اثنين لحتى ادمجهم بين بعض، يعني يكون صوره فوق صوره مثلا او اثنين يفوتوا ببعض مثل ما نحن بنفسرها هيك، فلازم يكونوا هول التايم لاين. اذا هذا باخر الفيديو خلص هذا اخره وهذا اخره، انا ما قصت منه شوي وهذا ما قصت منه شوي، كانوا هيك الترانزيشن مش كل الترانزيشنز بتطبق عليه، مثل الكروس ديزولف. الكروس ديزولف مثل ما تكون بده من يعني في شفافيه بالموضوع، يعني بفوت شيء بشيء، فاذا في شفافيه بين اثنين فما حيشتغل لانه حيطلع اسود، فمن الاخر حيقول لك انه هذا الفيديو انه هذا الافكت ما حيتطبق. فبده شيء مثلا تقص منه هون ومن هون بصير هذا فوق هيدا مثلا او هيك، وانا طبقت الافكت، الافكت اللي حيكون اللي قصيتهم هون بفوتهم ببعض هيك. يعني هذا الشرح اكتر شيء بقدر اشرحه لكروس ديزولف. يعني خلينا اعمل زوم اوت، رجع كل شيء، رجع هيدا لورا ورجع كل شيء قصيته، فصلت منيح انا، رجع كل شيء قصيته و ده بعد عم بعمل هيك بكبس هون ديليت زوم ان شوي، صار عندي هذا الفيديو هذا لاخره هون وهذا الفيديو مش مقصوص منهم لا من اول ولا هذا من الاخر. رح طبق كروس ديزولف حيعطيني insufficient media this is transition will contain repeated frames. فيني اكبس اوكي، بس شو حيعطيني؟ حيعطيني لك كيف جمدة الصورة هون، لاحظتوا هيدي الصورة اللي هون جمدت، واجمالا اول صورة اللي عم تتحين بيني هيك هي جامدة، لحد ما اوصل انا للاخر هيدا هون بالنص هيدي بتتحرك وهيدا حتثبت. تمام حعمل بلاي حتشوفوا كيف الفرق. يعني يمكن انت مثلا كجديد بتشوف انه اوكي بشكل عادي، بس كشكل بروفيشنال او مثلا انه شغل بلش بدي اطور بحالي انا بلاقي هذا صفر ديليت. فبالحالي انا مثلا عندي هون بدي شيل، كيف بشيل؟ بالدبليو بقص من الاخر، وعندي هون بالكيو بقص من الاول، فبطبق هذا الفيديو فبلاقيه اثنيناتهم عم بيتحركوا الصورة وعم يعملوا فيد ببعض. حعمل بلاي. اوكي نفس الوقت اذا بنشوف نحن كمان بالصوت في هيك نقلة دغري فجأة، خلينا نركز على الصوت. تمام كتير بشع. كيف فينا نعمل سموثنس للصوت او فيد للصوت ب
في audio transitions cross fades ما في غير ثلاثة. فعنا هالاشياء، في عندي constant gain constant power exponential fade. حالكم شو بعدين الثلاثة شو الفرق بيناتهم، بس خلينا نحن نستعمل constant power. طيب كمان drag and drop بالنص وباليمين مثل ما قلت لكم، كل واحدة كل transition نفس الفكرة. فبعمل drag and drop بالنص فبتلاقوا الصوت كمان نفس كمان بالصوت. اذا ما في شيء قبله الصوت، يعني اذا انت مش بالفيديو مش قاطع يعني بعده باول الفيديو اوريجينال، فبين اثنين مستحيل يركب على بعض الصوت، فلازم تقص من اخره من اخره واوله لحتى تعمل فيد. هعمل بلاي هلا لنشوف الصوت كيف صار. هيك بكون الشغل الصح. مهم في عنا فيد بالصورة، في عنا فيد بالصوت، اهم شيء الصوت ما ننقل، لانه الصوت كتير هيك بيعمل انزعاج اذا كان في شيء غلط. طيب الشيء الغلط اللي هون انه هذا الصوت الامبيونس يلي باول فيديو واطي مقارنة بهذا الفيديو تبع البسيني، فحنتعلم بعدين كيف نعلي الصوت. مهم عم نتعلم الاديتنج كيف نشتغل صح. طيب هلا تعلمنا كيف نعمل افكتس بين اثنين، حنتعلم كمان هلا كيف نستعمل افكت ترانزيشنز مش افكت سوري غير تاني. مثلا عندي انا ديب تو وايت، اسماء واضحه، في ادكتيف ديزولف بتشبه الكروس بس بتعطيك شوي هيك على انه الكونتراست يعني ابيض. خلينا نطبقها نفرجيكم. انا عملت دراج اند دروب هون، فبتشوفوا انه في الابيض العنصر الابيض هيك ضوء يعني، فحامل بلاي هذا الادكتيف ديزولف كنترول زد. هلا فيكم تجربون انتم بالبيت، بس انا حاقول لكم ديب تو بلاك يعني حيغمق يعطي صوره سوداء. كنترول زد نفس الشيء، ديب تو وايت حيعطي صوره بيضاء. طيب خلينا ديب تو وايت مثلا، شو فيكم تعملوا بالديب تو وايت؟ خلينا مثلا قلت لكم قبل انه احنا فينا نلعب بمده الترانزيشنز. خلينا نعمل زوم ان. هلا هون كيف انا برجع لسامر هالشكل بالماوس، في عندي الويل، فبس لكون ماوس فوق التايم لاين تبعي وحرك بالويل فبقرب وباخر التايم لاين. ف هذا الشيء خلينا مثلا نعمل فلاش افكت. بعمل بلاي فكتير طويل الابيض، فمن هون بيكبس على طرفه حتى اقصر الوقت تبعه، وفيني اقصره على اقل شيء مش اقل شيء يعني قبل اقل شيء ضرب هيك ضرب صغير يعني مثل ما نقول نوطي للاخر نعطيه فريم لهون بصير بزيد 2 فريم فبصير فلاش افكت هيك بشو. تمام هيك نحن بنشوف اشياء فيديوهات مثلا بو 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 بو. خلينا نقول لكم كيف مثلا زحطت لبسيني هون اوكي مش وقت هلا. طيب مثلا بعمل دبليو بقطعها حط ديب تو وايت بصرة اوكي. هون وصلت لمرحلة بدي لكم عنها كمان. انا اذا حطيت هذا الترانزيشن هون بالنص طيب وشلت ايدي وانا بدي اقصر للاخر، طب ليه وصل لهون يعني ما صار عنه، صار هذا على الشمال صار، لانه اذا بعمل كنترول زد في عندي هذا ما بيركبوا اثنين على بعض او بيعملوا افكت على بعض فبيوقف عند بعض، فانا ما فيني اطول لهون يعني ما فيني اطلع لبرا كتير لبرا، بس فيني اقصر وفيني زيحه على الجهة اليمين مثلا، بس عندي بشكل 3 فريمات يعني هن موجودين، فما يعني ما فيني على النص تماما. فشو بعمل؟ دبل كليك بيعطيني set transition duration مثل ما قلت لكم. ها اول اثنين هن الفريمز، فرقم 3 قلت لكم 3 فريمز يعني بعمل cancel بمشي فريم باي فريم 1 2 3. هلا ما عم بعقدها بس بكره حتفهمون صح، وانا عم مقصد عم قلكم اياهم هول حتى تفهموا فكره الميديا للبيجنرز عم بحكي.
ف دبل كليك خليني اعمل هون رقم 4 خليني لانه يكون بالنص تماما. اوكي فبز زيحوا شوي على اليمين بتلاقوه خلص صار بالنص تماما مثل هيدي. فبصير هيك طب 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 زوم اوت هيك انا عملت شيء حلو. تعلمنا اليوم نحن الديوريشن تبع ترانزيشن، تعلمنا كيف نعمل فيد للصوت والصوره، كيف نعمل فيد ان فيد اوت من اول الفيديو لاخره، وتعلمنا كمان اذا كان الفيديو مش مقصوص في افكتس ما بتطبق. فانتبهوا لهالشيء لانه اكيد باخر الفيديو او اول الفيديو لما تكون عم تعمل ريكورد اكيد ما بلشت بدك ثانيه لحتى تترك ايدك، او مثلا دائما بنعطي نحن وقت بالتصوير، مش كل شيء دغري بنبلش من الاول. لو حتى بلشت شيء من اول شيل على القليلة نص ثانية من اول فيديو واخر الفيديو. فخلينا اوصل لهون لهذه الحلقة، وحتى ما طول كتير عليكم امشوا step by step معي، وما تنسوا تعملوا subscribe like share comment. ما رح وصيكم وخلوني اقدر كمل اعطي tutorials لحتى اشوف القابلية انه في قبول لهذه tutorials. فأنا رح كمل، ودعموني كمان بسبسكرايب لايك شير كومنت قول لرفقاتكم ديتوريالز يعملوا سبسكرايب. تمام، حاشوفكم الحلقة الجاي. باي.